المدني. أهل كلياتهم أبا عن جد ريف حمص الشمالي كلياتهم إلهم أولاد وبنات، أخذين بناتهم وأخذين بناتنا، أخذين أولادنا وأخذين أولادهم. ما في، لا تفكروا إنه في غرب، بيستقبلوا أهلهم كلياتهم أهلهم. بس أنا برد بالله اللي بيطلع من داره بيقل داره، بيطلع من داره بيقل داره. بإذن الله راجعين على الفكرة اللي عم يصير انه عم يكون في تغيير ديموغرافي او في طلعوا كل سكان الوعر ويهجروهم من خارج الوعر، ما يضل حدا من خارج الوعر داخل الوعر. لا حكي مو مزبوط، باذن الله كلها تامه وسات الشباب كلياتها باذن الله مع رب العالمين. معناته الخروج اللي صار هو عباره عن اتفاقيه لموضوع معتقلين اتفاقيه؟ نعم، هاي كلها اتفاقيه، كلياتها لعبه ومن الامم المتحده ومن الكل العافيه، كلياتها هاي لعبه الله وفقك منه وياك باذن الله كلياتنا راجعين على الوعر باذن الله. الله سلامتكم واهلا وسهلا بكم.